يخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية في لقاء يحمل الكثير للفراعنة في الكان الأفريقي. وسط تحديات عديدة يسعى المنتخب المصري للعودة وتقديم أدائه المميز أمام الكونغو الديمقراطية بحثا عن مواصلة الطريق نحو النجمة الثامنة في الكان الأفريقي. المهمة لن تكون سهلة، خصوصا وأن مدرب الكونغو هو سباستيان دي سابر المدير الفني السابق لبيراميدز والإسماعيلي والذي درب العديد من الفرق المصرية، الأمر الذي يجعله على دراية كبيرة بالكرة المصرية وهو ما يشعل مواجهة ثمن النهائي. رغم ذلك المنتخب المصري يتسلح بتفوقه التاريخي في لقاءات الكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث فاز في 3 مواجهات وهزم مرة واحدة فقط من أصل 4 مواجهات جمعت المنتخبين في الكان الأفريقي. ويفتقد المنتخب لخدمات الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور للإصابة، وهو ما يجعل الفرصة مواتية للاعبين آخرين لتقديم أنفسهم للمدرب البرتغالي روي فيتوريا على غرار محمد أبو جبل وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وغيرهم لقيادة سفينة الفراعنة صوب نهائي الأميرة الأفريقية. ووسط مفاجآت الكان الأفريقي التي ضربت منتخبات كبرى على غرار غانا والجزائر وتونس، يسعى المنتخب المصري للظهور بأداء قوي وحسم الأمور مبكرا، فهل يكون له ذلك وينجح في مواصلة رحلته الأفريقية؟